دولة الإسلام النظامية اسألوا إيش قد ما تريد على الإسلام إحنا إسلام لا لا أبي دولة الإسلام كلكم بصوت واحد باقية اللي اسمع 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 لا قيل ولا قال ولا كثر السؤال دولة الإسلام تكون باقية يلا اللي مو بقايل بتزحف فجأة في التراب كيف؟ راح اقول دولة الاسلام شو تقولون؟ الله اكبر الله تقولون باقية لا 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 باقية شو تقولون باقية؟ الله يسركم اقول لك دولة الاسلام شو تقولون؟ باقية دولة الاسلام؟ باقية قول باقية تعال يعني بس اعطونا ماي لا لا خلي ابو هاجر ولا اي واحد يجي من وراء اي واحد ما يتكلم يشوف ايه عشان عشان يقولها صح يلا دولة الاسلام؟ باقية دولة الاسلام؟ شوت شوتها دولة الاسلام؟ دولة الاسلام؟ باقية قول باقية قرب علي قرب علي ها ما تقدر تسولف ها انت تتحرس كل الليل ها تحرس كل الليل دولة الاسلام قرب دولة الاسلام باقية راح تذبحك دولة الاسلام باقية تذبحك باذن الله انت يا عدو الله دولة الاسلام شنو باقية 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 وين جيش المالكي والله جيش المالكي كله انهزم والله أه؟ والله على عبار كله على سجار كله على موسى والله انهزم انهزم هزمنا ما ظلت احد انهزمنا انهزمت كلكم والله انهزمنا كلكم حطوا ضباطكم وين والله ضباطكم كلها راحوا كلها راحوا سيارات العسكريه هذولاك السيارات العسكريه هناك وبيا سلاح ولا السيارات العسكريه وين راح راح هذا امر فوج وراح انهزم ها على بيوتهم والله انهزم رتل قدام حسن كمين قدام ما حد يفلت كمين قدام احنا من قاعد جبناكم من قاعد جبناكم سنوقعكم بهذا الكلام هذا الحزين لازم يقول باء يقول باء الف يقول باء 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 يقول باء باء يقول باء تقول باقي ولا لا ما تقول على ركبتي على ركبتي تعال قول باقية أبا ما يقدر يحكي ما يقدر ما يقدر يحكي ربي يبارك فيك شيخنا ربي يبارك فيك جيب أبو محمد ربي يبارك فيك أنت الإسلام قوم ما يقدر يحكي قوم لا تمثل قوم لا تمثل قوم قوم لا تمثل أبا من العطف ما يقدر يحكي لا تصور ما تيش حتذبح أنت قبل أن نقص رأسك قول باقية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هذا الكلب اللي قتلته انا شو هذا الكلب ايش مذهب ايش مذهب انا في مذهب شو هذا مذهب ايش شيعي من وين هو الشيعي هذا من سنجار من العراق صح ولا انا اين دخل العراق انت صح اين اسمك من العراق ولا دخل العراق هذا من اين شيعي هذا الحمد لله يا رب العالمين اسمه جعفر الاسم الاب والجد محسن زكي شو ها شيخ هنا ابو عريف